مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم بحلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة ووصفات بإذن الله تنول إعجاب حضراتكم. أكيد بالنسبة للمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده يمكن تكونوا توقعتوا إحنا النهاردة هنعمل إيه، وأتمنى يا رب الوصفة تنول إعجاب كل مشاهدينا. اسمحوا لي في أول حلقة بس الأول أبعت مباركة لإسلام وأقول له ألف مبروك عرسنا يعني كل الرجولة وكل الأخلاق وكل التربية، وألف مبروك يا إسلام، وألف مبروك لمي، وألف مبروك لأم إسلام، ويا رب دايما في أفراح، ويعني مبروك لأنه اتجوز امبارح، وأتمنى يا رب ليك حياة سعيدة مليئة بالسعادة وراحة البال والرضا، وربنا يحفظكم جميعا يا رب. ومبروك لكل من صادف امبارح كان فرحه مع إسلام، ألف مبروك ليكم وعقبال أولادكم جميعا يا رب. دلوقتي هنبدأ نعمل وصفة المفتقة. المفتقة من الوصفات المحببة والشتوية، واللي فيه يعني أسر كتير جدا بتحبها، ويمكن احنا يعني اتربينا عليها. وكان زمان لما الولاد يبقوا ضعاف كده ورفيعين يقولك ايه، اعملوا لهم مفتقة، أكلوا مفتقة، وكانوا كمان بالمقابل يأكلوهم ايه، مربة خرز البقر، علشان كانت تديهم ملء ودفء ويتخنوا كده ويسمنوا ويبقوا حلوين، خصوصا البنات. طيب خلينا الاول نقول مقاديرنا ونبدا نتكلم عنها مع بعض ونتكلم عن فوائدها. والنهارده احنا معانا مفاجاه فيها، الحقيقه لفينا عليها لحد ما لقيناها، وهي من الحاجات القديمه قوي اللي كانت بتضاف على المفتقه بعد ما بتخلص هنحكي عنها دلوقتي. اول حاجه هقول للمفتقه، هفترض ان انا عندي 3 كيلو عسل، انا هعمل 4 كيلو النهارده عشان حبايبنا كتير اللي عايزين ياخدوا المفتقه، فهنعمل 4 كيلو من العسل الاسود. انا عندي المقادير على 3 كيلو كوبايه دقيق، ممكن تزيد مع حضراتكم الدقيق يبقى ربع كوبايه زياده او معلقتين زياده للربط فقط، لكن عندي كوبايه من الزيت، وعندي 5 معالق كبار من الحلبه المطحونه، وعندي 5 معالق كبار من المغات الساده بدون اي اضافات، وعندي معلقه عصير ليمون، عندي 3 معالق كبار من الكركم، عندي سمسم، وممكن يكون سمسم ابيض وهيتحمص معانا، احنا هنحمص الحاجه دي فما فيش مشكله لو هو ابيض. طيب عندي سوداني متقشر ومجروش، وعندي معلقه صمغ عربي طبيعي، هوري لحضراتكم شكله هنطحنه مع بعض، وعندي الحبه الخضراء والكتيره. الحبه الخضراء دي كان المفروض بيضاف ليها في الوصفات القديمه اسمها نواشه، بالمطلق العام او باللغه الدارجه العاميه اسمها نواشه، لكن في الحقيقه اسمها انا وشق، هي مش موجوده، مش موجوده خالص. فالبديل ليها الحبه الخضراء دي، شايفين الحبه الخضراء دي، بصوا الحبه الخضراء دي بقى اللي بتتحمر في شويه زيت وتدي اللون الزيت المخضر على وش المفتقه دي، بقى لقيناها الحقيقه فين، في يمكن ما كانتش موجوده كمان عند احد يعني العطارين الكبار، ولقيناها في احد العطارين في شبرا، تحيه طبعا لكل اهل شبرا، الناس بقى اللي ايه القديمه اللي عندها الحاجات الاصليه. فاسمحوا لنا نبدا النهارده في الوصفه بتاعتنا ونعملها مع بعض، وهوريكم الصمغ العربي. بصوا الصمغ، بسم الله، ادي الصمغ، ده الصمغ العربي، وهنتكلم دلوقتي عنه بشكل وباستفاضه. شايفين شكله بيعمل ازاي، اهو بصوا عامل ازاي. الصمغ ده فوائده مش بس في الاكل، هو يعتبر ماده ربط، اللي عايز يستبدل يا جماعه الجيلاتين يستبدله بالصمغ العربي، حاجه صحيه يعني طبيعيه، هو منتج موجود ومزروع على الاشجار الاكاسيا طبيعي من عند ربنا كده، فاحنا بناخد حاجه طبيعيه مهمه للتجميل وللبشره وللشعر، وان احنا ناخده ليه فوائد كتيره جدا هنتكلم عنها. خليني اخد بس قطعتين، هحتاج منه معلقه. عايزه اقول لكم رائع، الصوت فيه حاجه بتوغش فمش سامعاكم كويس يا ندى. بصوا نطحن شويه، هسيب دي، عايزه اقول لكم يعني المنتج ده او الصمغ ده من النباتات الطبيعيه، فهو يصلح للنباتيين جدا وخالي من الجلوتين، ما فيهوش الحاجات دي، مش موجوده. عايزه اقول لكم كمان مصدر غني جدا من الالياف الطبيعيه، لانه بيدوب في الميه.
عايزه اقول لكم هو بصوا كده، بسم الله بسم الله. بصوا بقى بودره ازاي، اوريها لكم اهو. عايزه اقول لكم من الحاجات كمان اللي بتساعد في علاج الكوليسترول والقولون العصبي، مفيد ليه جدا. عارفين بقى بيصفي الكرياتينين، واحنا عارفين ان هو مضر عشان الكلى، لازم تتخلص من النسبه دي. الاجسام المضاده لادرار البول ده مهم جدا، يعني السمغ العربي ده من الحاجات الحقيقه الرائعه. انا بس هخليها جنبي هنا، انا طحنته قدام حضراتكم، خليته بدا بقى لونه بعد ما اتطحن. شوفوا وسبت الحجر بتاعه، شفتوا شكله عامل ازاي، تبقوا شايفين ده السمغ العربي. ده بديل الجيلاتين، بديل طبيعي ومفيد جدا. تعالوا بقى نبدا خطواتنا، هنعمل ايه؟ اول حاجه هناخد نحمص الحاجات الحلوه دي الاول. بسم الله. بصوا اللي بيتعمل بيه ماسك حلو قوي، يعني تحط ده السمغ ده مع شويه نشا. الناس اللي بشرتها حساسه ما تستخدمش الليمون، الناس اللي بشرتها تستحمل ممكن نحط نقطه من عصير الليمون. تعمل بميه دافيه، تعمل ماسك على الوش، نستنى لما ينشف وبعدين نبدا نشطفه بميه دافيه، بيشد الوش وبيشيل الخطوط وبيساعد على ترطيب البشره بشكل رائع. كل حاجه حلوه. معلش انا اربط بس الاشارة كويس. الصوت مغوش قوي يا ندى. ابعدي بس شويه لانه حاسه. تعالوا بقى نعمل كده. في ناس كتير بقى كانت بتسال على ايه، على العلاج للنمش. هو على فكره حلو للمعالج للنمش، بيوحد لون البشره بشكل كويس. ناخد كده نسبه زيت، هناخد نسبه زيت نحمر فيها بقى. هنحط اول حاجه نبدا نحمرهم الايه، الكركم والحاجات اللي هي المغات. تعالوا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمصهم تحميصه حلوه كده. طبعا ايوه. حلبة، وهناخد الدقيق كمان. بصوا هنقلب بس تقليبة كده، بسم الله كده. بصوا الريحة روعة، ندي تحميصة بس حلوة. انا اشوف كده ايه الطاسه القمر دي، افصل كده اخد طاسه تانية اولع هنا، حمص فيها بس دي تحميصه كده. هنحمص هنا بس كده. بصوا هنحمص كده، خليني بس اخد الدقيق ده كده هنا تحميصه كده على الجاف. انا عايزه انا جهزت النار ماشي، بس ايه تحميصه كده خفيفه ماشي لوحده، بعدين هنضيفه على المكونات بتاعتنا، مفيش اي مشكله خالص. انا هنا عندي، بصوا بقى عندي شويه سمسم، انا الحقيقه ضفت عليهم معلقه صغيره من حبه البركه، ناخد فايدتها برضو، تدي طعم حلو. مش عايز يضيفها ما يضيفهاش، بس هي من الاخر يعني تبقى كده برطمان ما شاء الله. يعني حمص بقى تحميصه كده حلوه. ممكن نستخدم الويسك بس انا مش عايزه ادوش حضراتكم. نقطه بس من الزيت كده، وهنحتاج نملى شويه، ولا دول ممكن كفايه نحمر فيهم الحبه الخضراء. ايوه كده. بصوا سيب بس الخليط ده ياخد تحميصه حلوه كده، يطلع كل الحاجات الحلوه اللي فيه، شايفين ازاي؟ وهنا
هناخد برضو معلقة كده لطيفة خفيفة، ممكن سباتيولا كده عشان ما ازعجش حضراتكم بالايه الصوت الفظيع ده، ونحمص كده على طاسة جافة. سخنت تمام. بتسخن بس ايه عشان هو ما يتحرقش، انا مش عايزاه يتحرق، انا مسخنه النار بحيث ان هي تبقى متوسطه تحته، فيعني ياخد بس يطلع ريحه دي، وبعدين هضيفه هنا هحمصه مع بقيه الحاجات. بصوا تحميصه بس كده لسه، خليني برضو هنا، انا السوداني عيني مش محمص قوي، فانا عايزه احط نسبه سوداني كويسه، وهنسيب شويه للوش. خلاص يا لهوي يا ريحه وجمالها، المغات عامل شغل عالي، والحلبه عايزه اقول لكم دي من الحلويات اللبنانيه اللي بيتميزوا بيها اهل بيروت تقريبا، يعني عن المدن الثانيه ليها عندهم مناسبة كده بيعملوها. عايزة أقول لكم إن هم بيحتفلوا بحاجة اسمها أربعة أيوب، بيبقى أعتقد أربعة أيوب ده بيبقى تقريبا الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل سنة، على مع إن الاحتفالات دي توقفت من الستينات. بصوا ان هم كانوا يعني بيحيوا التقليد الجميل ده عن سيدنا ايوب بالنسبه لصبره وتحمله وتحمل العناء والصبر. بصوا ليه يعني سنين الطويله اللي عانى فيها سيدنا ايوب في مرضه وتعبه. عايزه اقول لكم بقى المفتقه دي اللي عايز يتخن هو اللي هياخدها، زياده الوزن ناكل مفتقه، ده الحل سريع للي بيعاني من نحافه شديده، ممكن يستخدم المفتقة، وهي كمان في ناس بتستخدمها كفاتح شهية على فكرة كتير، لأن هي فيها مصدر أساسي بقى من فيتامينز كتير للناس اللي عندها أنيميا، لأن هي غنية بالحديد طبعا، العسل الأسود، فيها نسبة كالسيوم عالية، فيها فسفور، فيها طبعا نسبة مضادات أكسدة كبيرة جدا. تعالوا كده هنقلب بقى ونحمص الدقيق ده. بصوا انا شلته الدالون كده عاجي شويه، بس انا هحمصه برضو مع بقيه الحاجات الحلوه دي، ازود شويه من الزيت. يجي بس يملى لي زيت هحتاج اهو. بصوا تتحمص بقى حلوه مع الدقيق الجميل ده، حطينا شويه من السوداني، هنحط بقى شوية سمسم سادة، وهزود شوية من السمسم اللي هو فيه حبة البركة، شوية بس، يعني كأني قسمت خليط السمسم ما بين، أنا كل زودته معلقة واحدة حبة البركة بس تدي فايدة. بصوا خلي محمد يجي بس يجيب لي زيت يا نت. ماشي اوكي. بصوا كده المفتقة دي عايزة أقول لكم للأطفال رائعة، بتديهم طاقة كده وباور يا حبايبي، ومليانة عناصر غذائية مهمة. معلقة، أنا مش بقول لحضراتكم تأكلوهم منها، يعني معلقة كبيرة كده تفيدهم وتفيد جسمهم بشكل جميل. بصوا الريحة روعة، حمص تحميصة حلوة كده، شايفين إزاي؟ الله. تعالوا بقى هننزل كده بالإيه بالويسك كده دول، عشان نبدأ بقى نضيف العسل مع بعض. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي كل دول دلوقتي بسباتيولا، بس ايه نحط الكمية بتاعتنا. بسم الله. خلوا بالكم لازم تعملوها اولا في وعاء كبير شوية لانها بتفور، خلاص ما ينفعش نعملها بكيلو عسل، مش هتصفصف على حاجه، اقل حاجه
2 كيلو او 3 كيلو، بتخس شويه وبتفور، نخلي بالنا ان احنا هندي النار في وقت معين. طيب عشان تديكوا برطمان حلو لا باس بيه تستمتعوا بيه وتاكلوه. في ناس تحب تضيف مكسرات زي مثلا عين الجمل، فستق ممكن، بس احنا عرفناها بالسمسم والسوداني وهم اكثر فايده. السمسم ده مخزن كالسيوم، فاحنا ما احناش يعني ايه هيبقى ناقصنا فيها فيتامينز ولا حاجه. تعالوا كده، بسم الله، اهو بعمل كده، ممكن اضيف ارجعها تاني في نفس البرطمانات اللي احنا ايه طلعنا منها العسل، عادي جدا على فكره، تتحفظ فيها مفيش اي مشكله خالص، تتغسل ونحفظها طالما البرطمان صحي، يعني الرقم بتاع البلاستيك بتاعه مناسب ان احنا بس نسيبها ايه تهدى لازم. خلاص ادي كده، شايفين ازاي كده. معانا ام اسلام حبيبتي، صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبتي. الف مبروك يا روح قلبي يا ام العريس. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الف مبروك يا روح قلبي وعقبال ولادك يا رب. امين في حياتك حبيبتي، ويعني فرحانه جدا جدا، واتمنى يا رب ان انت دلوقتي بقيتي يعني ايه خدتي نفس شويه. خدي بريك بقى. الحمد لله الحمد لله. بريك مين ده؟ خدي بريك بس عشان ايه يعني عقبال ما العريس يخلص العسل تكوني انت خدتي بريك. بقول لك وحياتك، تليفونات من الصبح عمالين يتصلوا بيا. والله انا مش عارفه اقول لك، هو ده احساس يمكن الواحد بيحس انه الواحد وما اعرفش بيحصل حاجه غريبه كده، بس انا حصل لي كده. الحمد لله. ربنا يخليكي ليهم يا حبيبه قلبي. حلوه بس كانت ناقصاكي يا روح قلبي. كانت جميله يا حبيبتي. ان شاء الله احضر الاسبوع بتاع البيبي بقى ان شاء الله. حبيبتي ان شاء الله. حبيبتي والله انا اللي هعمل المغات. طب يا رب ان شاء الله يا حبيبتي. بشكرك جدا جدا، مش قادره اقول لك قد ايه. على ايه يا روح؟ نورت الدنيا كلها. الله يسعد عمرك حبيبتي. عايزه اشكر بس الاموره اللي بتعمل لك الميك اب حبيبتي. اشكرها بتاع الميك اب بتاعك حلو قوي. الله يخليك. انا بشكرها حبيبتي. تسلامي. يعني ربنا يديها الصحه يا رب. امين يا روح قلبي. امين. وكل كرو البرنامج ربنا يخليكوا لينا يا رب. امين. واحلى قناه في الدنيا حبيبتي. ربنا يسعدك. اللي على راسنا من فوق حبيبتي. تسلمي لي يا روح قلبي. تسلمي يا قلبي. تسلمي يا حبيبتي. حرمش منك يا ام اسلام. امين في حياتك يا روح قلبي. يا حبيبتي. شكرا يا ام اسلام. في حفظ الله يا حبيبه عمري. في حفظ الله. ربنا يفرحكم كلكم بأبنائكم وأحفادكم يا رب. بصوا كده الريحة جميلة، شايفين؟ هتبدأ بقى تتقل. لازم أسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها. السمغة مش هضيفه دلوقتي، قبل النهاية هضيفه، ماشي؟ الحبة الخضرة دي في الآخر خالص قبل ما أحطها في البرطمان هبدأ أعمل. بسيب بس شوية من السوداني، بحب أحطهم على الوش. يلا بينا. خلي بقى ده أنا مش هحتاج الأربعة كيلو عسل، حطيت تلاتة أهم. اهم حاجه تخلوا بالكم عشان العسل بيفور، فلازم يبقى الحله كبيره شويه. طيب هسخن بس هنا شويه كده. معانا ام جوزيف، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا قمر. ازيك يا عظيم؟ الحمد لله يا روح قلبي. حبيبتي ربنا يخليكي. تسلم ايديكي. تسلمي يا روح قلبي. مفتحه، خلي بالك انا بحبها برضه. يا حبيبتي يا حبيبتي، ده احنا نشحن ونودي على الصعيد على طول. حبيبتي ربنا ما يحرمني منك يا رب. حبيبتي ولا منك يا عمري. تسلمي. بصي يا قلبي، انا اول طب ابارك للمسلم، ربنا يخليه لك يا رب وتفرحي بعوض يا رب ان شاء الله، ويهدي سره يا رب. امين امين حبيبتي. وعقبال كل الحبايب وعقبال ولادك يا شوف عظيمه تفرحي بيهم يا رب. حبيبتي امين في حياتكم يا رب. تسلمي لي. بصي يا قلبي، قولي لي. العسل والجبنه كنت انت عملتيه فتره من كفته في يومي. أيوة. يا رب مظبوط. عينيا عينيا عينيا، انزلها لك الطريقه واقولها لك. عيني. يا ريت يا حبيبه قلبي. عيني عيني يا ام جوزيف. كل سنه وانتم طيبين كلكم حبيبتي. حضرتك طيبه وخير يا رب. ربنا يخليكي يا قلبي. في حفظ الله. مع السلامه يا ام جوزيف. كل اخواتنا المسيحيين كل سنه وحضراتكم طيبين. يجعلوا عيد سعيد عليكم باذن الله. بصوا بقى، انا عليت شويه النار وايدي فيها، انا مش بحب اسيبها قوي، بحب شويه شويه واقلب. يلا بينا بقى. انا هبدا اعمل ايه، انا هسيبها شويه كده وهديت يعني خليت النار وسط، وانا شغاله مع حضراتكم ان شاء الله تربط معانا ونطلع الدنيا تبقى جميله. هنستسمع حضراتكم بقى في بريك ونرجع ان شاء الله نعمل وصفه لطيفه جدا من الحاجات المحببه قوي. نشتغل بيها شويه، يعني هقول لكم بدائل ليها لكن بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.